شخص يوصل للدرجه دي ان هو يقول ان سينك احلى حاجه في حياتي دي كانت برضو حاجه كبيره جدا او سينك احلى حاجه حصلت في 2020. سينك سكول بدأناها في ديسمبر 2019. الهدف منها ان احنا كنا عايزين نبريدج الجاب ما بين الكرييتيفز، الناس اللي بتشتغل في مجال الكرييتيف اندستري، واي حد عايز يخش المجال ده، سواء كان بقى في مجال الاعلانات، في الكتابه، في الرسم، في الاخراج، في التصوير، في الديزاين، ايا كان حاجه في كرييتيف فيلد. اول تحدي كان بالنسبه لنا كان هل الناس اللي عندها الخبرات دي فعلا مستعده ان هي توصل المعلومات دي وتدي الناس شباب صغيره لسه بتبدا او نفسها توصل للتالنت دي معينه دي تديهم من وقتهم، ولا الناس دي ما عندهاش الوقت ده؟ لان الناس كل الناس اللي في المجال تقريبا مهتمه جدا ان هي تدي للمجتمع من خبراتها اللي هي اكتسبتها خلال سنين وخلال برضو معاناه. فبالنسبه لي سينك سكول اكتر حاجه عملتها هي الكونكشن ما بين الناس اللي موجودين اوريدي في السوق والناس اللي لسه بيبداوا. قعدنا شهرين بنعمل ورك شوبس وتوكس على الارض، وبعد كده حصل كورونا. بدأنا في شهر 4، من ساعة شهر 4 وإحنا بنعمل أكتر من 300 ساعة education workshops و live sessions، نعلم ناس في كل مجالات creative industry، وعلمنا يعني ألافات من البني آدمين. عملنا مثلا monthly أو شهريا يعني بنعمل أكتر من 5 أو 6 أو 7 workshops في مجالات مختلفة. بنعمل كل يومين في live session featuring واحد من أشطر الناس في creative industry. وأونلاين كنا في الاول خايفين منه، بس هو فعلا وصل ان احنا يبقى بالحد كرييتيف هنا، كوبي رايتر هنا مثلا، وبيعرف ينقل معلومه لحد ساكن، لحد عايش في السعوديه او مصريين عايشين في فانكوفر. اول ما نزلنا ورك شوب اسلام حسام، كان تاني يوم اسلام حسام كوبي رايتر وكرييتيف دايركتور في جي دبليو تي، تاني يوم الورك شوب فولي بوكت. فدي كانت حاجه جنان، لدرجه ان انا كلمنا اسلام قلنا له بقول لك ايه، دلوقتي في 25 واحد دخلوا حضروا سجلوا ورك شوب، وفي بتاع 50 60 ويتنج ليست. تاني يوم في 150، تالت يوم وصلنا في اسبوع ل 300 بني ادم ويتنج ليست مع اسلام حسام. سين كوميونيتي، اولا هي طبعا الانفجار اللي حصل ده ما كانش متوقع بالطريقه دي. احنا انترنلي حتى كتيم قاعدين بنشتغل نفكر فيه ما كناش متوقعين ده، بس احنا كان بالنسبه لنا هو كان ده التطور الطبيعي لسينك سكول، لان هي سينك سكول لازم يبقى عندها بلاتفورم مبني على حاجه سوشيال، حاجه فيها ان الناس بتتكلم مع بعض. ده بالنسبه فكره ان يبقى على سينك جروب، سينك كوميونيتي جروب دلوقتي، في ناس بنشوف حد اكسبرت بروديوسر او حد بيدور على حد، شركه بيدور على حد تالنت، ونبقى عارفين من قصص حقيقيه ناس بترجع لتحكيها لنا ان هم عينوا ناس عمرهم ما اتشافوا قبل كده، عمرهم ما عملوا اي كوميرشال ورك من اي نوع، اول مره يعملوا شغل فعلا يطلع للكلاينت بقى او للسوق فعلا، يعني مشروع حقيقي. دي كان بالنسبه لنا احلى لحظه. الطموح هو ان احنا نكون بنقدم محتوى وبنقدم علم وبنقدم اكسبيرينس لكل المجالات، مش بس المجالات اللي هي المشهوره، نبقى بنقدم لحاجات الاركيتكتشر. اركيتكتشر مجال مهم قوي وكرييتيف جدا، بس ما حدش بيبص له البصه دي، فده حاجه من الحاجات يعني. بس الطموح هو ان احنا نكون بنوسع في الريجن اللي بنخدمها، وبنوسع في المجالات اللي بنقدم لها كونتنت.